أستاذ سيف، شكرا. قبل شكرا. قليل جنابك استبعدت ضرب الجمهورية الإسلامية حاليا يعني بهذا الوقت. أنا أريد أسألك يعني ترسم لنا سيناريو باعتبارك خبير استراتيجي، لكن يكون واقعي يعني حول شكل وموقف العراق في حال لا سامح الله تم الاعتداء على الجمهورية الإسلامية. أقصد الموقف السياسي وأيضا على المستوى الشعبي. يعني ممكن ردة الفعل ما ممكن أحد يتوقع أن حسب حجم ونوعية الهجوم اللي صارت، لكن أنا من طرحت الفرضية أنه ماكو هجوم، لأنه إحنا اليوم إذا نريد نجي الجمهورية الإسلامية متحكمة في مياه الخليج، وتقريبا تقريبا يعني ثلث النفط والغاز اللي دا يطلع من العالم للعالم تتحكم به عن طريق مضيق هرمز، وأيضا من خلال الحوثيين متحكمة في باب المندب. إذن المنافذ الرئيسية لتصدير الغاز والنفط هي تحت مرمى الجمهورية الإسلامية، وكلنا نعرف بأن الجمهورية الإسلامية لديها باع طويل في حرب الناقلات والألغام وغيرها، يعني من أبان الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات. إذا نجي اليوم الإدارة الأمريكية ليش حاليا تريد يتنفذ ميناء البصرة العقبة، وهذا اللي يرفضوه بعض قوى الإطار وأيضا جمهورهم، لأنه هذا يعتبر الجمهورية الإسلامية تعتبر ميناء العقبة البصرة يهدد الأمن القومي الإيراني. أيضا دول الخليج حاليا تحاول أن تغير مسار تصدير النفط عن طريق سلطنة عمان والمحيط الهندي. إذا ذني مسارا فما راح تقدر تشن أي هجوم، لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إسرائيل.